واحد من حراس المرمى المخضرمين في الدوري المصري، واحد من حراس المرمى المميزين دايما في مباريات الاهلي والزمالك تحديدا، بيقدم اداء رائع جدا زي كل المباريات، ولكن يمكن عشان مباريات جماهيريه بيبقى الظهور فيه مميز. هو امبارح قدم اداء جيد جدا في الشوط الاول، الشوط الثاني واجهه سوء حظ في الشكل الدفاعي لطنطا، حارس مهم ومميز في الدوري المصري الكابتن علي فرج معانا على الهادف. صباح الفل عليك كابتن علي. صباح الفل استاذ كريم، ازي حضرتك؟ ربنا يحفظك. حظ سيء المباراه امس، انت كنت قدمت مباراه هايله جدا وكنا كلنا بنشيد بيك، ولكن فجاه كده الفريق انهار بشكل غير مبرر وغير مفهوم. والله الحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل على النتيجه. طبعا بالنسبه لنا دي اول مره تحصل في تاريخي ان انا اخسر من فرقه خمسه. وفي الماتشات الكبيره عامه اهلي وزمالك احنا قبل كده يعني مع فرق متعدده الحمد لله قدرنا نعمل معاهم نتائج كبيره يعني بسكور عالي. صحيح. طبعا بالنسبه لنادي طنطا السنه دي انا شايف يعني ان النتيجه زي كده ما تاثرش كتير، ان الفتره اللي فاتت كان عاملين نتائج طيبه جدا. الماتش اللي قبليه كان نادي الزمالك كسب مكسب، يعني في المباراه كان نادي الزمالك ما كانش متوقع ان هو تطلع السيناريو بالطريقه دي. صحيح. طبعا ما كانش فيه توفيق، كان برضو لعبنا ماتش المقصة وجابوا فينا ضربه جزاء، طبعا الاعلام كله شاف ضربه جزاء ما كانتش تستحق وكنا ممكن ناخد ثلاث نقاط. وفي مباريات كتيره احنا يعني ضاعت مننا ممكن بتكون يعني عدم توفيق طبعا كبير او سوء خبره من اللاعبين. طبعا مع الانسجام ان احنا عاملين يعتبر تيم كامل السنه دي، مع الانسجام ان شاء الله ممكن الفتره الجايه ان شاء الله نقدر نفرح جماهير نادي طنطا ان شاء الله. كابتن علي، انت راجل ليك خبرات كبيره جدا في الدوري المصري، كنت بتتكلم مع مدافعين طنطا امبارح بتقول لهم ايه اللي حصل؟ يعني ايه الهزه اللي حصلت فجاه دي؟ كنتوا ماشيين بشكل جيد جدا، حتى مع الهدف الاول كان طنطا واقف على رجله وعارف يوصل كمان للمناطق الهجوميه للنادي الاهلي حتى لو على استحياء، ولكن فجاه حصل انهيار للفريق، ده كان سببه ايه؟ والله انا في يعني في الاول وفي الاخر يعني انا بقول الله يكون في عونهم، ان طبعا كان عليهم ضغوطات عاليه جدا بالذات في المباراه دي. طبعا ان انت حضرتك تكون في الوضع في الدوري ده ويجي كمان تلعب مباراه زمالك ويحصل فيها اللي حصل في المباراه، ان نكون متقدمين لغايه اخر الوقت ويجي في الاخر نادي الزمالك يتقدم علينا في الوقت بدل الضايع، ويجي بعد كده نخش عليه مباراه الاهلي وكمان بنلعب يعتبر في استاد القاهره اللي هو استاد الرعب، ان في ناس كتيره اكيد في نادي طنطا اول مره تلعب على الاستاد، طبعا في رهبه كبيره. صحيح. طبعا انا شايف الضغط العصبي من مباراه الزمالك لمباراه النادي الاهلي، بصيت النادي الاهلي ان هو كل مبارياته بيكسب بالثلاثات والاربعات والخمسات، طبعا ده عمل ضغط كبير على اللعيبه. الشوط الاولاني كان متماسكين، طبعا من كتر الضغط العصبي عليهم اكيد حصل الانهيار ده، ده امر طبيعي يعني. امبارح على السوشيال ميديا كان بعد الهدف الثالث هدف احمد الشيخ انت كنت بتسقف، الناس خدت اللقطه دي وقالت انه علي فرج كان بيسقف لاحمد الشيخ بعد الهدف. لا، هو الموضوع مش تسقيف، هو الموضوع كان القصد من نيتي انا ان هو موضوع خططي. ان معروف عندنا الكابتن ايمن على طول بيقول لنا ان لما الباك يضم مكان السرد باك لازم الهاف ينزل مكان الباك، ودي كانت منطقه احمد الشيخ. طبعا التسقيفه ان انا كنت النيه ان انا كنت ان انا قصدي ان الهاف مع الباك ان كان لازم يضموا مع بعض، عشان كده هي بنت انها تسقيفه للناس يعني. فهمت، انت اشاره للعيبه يعني. ترى اللعيبه ان المفروض ان الهاف ينزل في ظهر الباك، ان يبقى الخطوط في ترحيل بينهم وبين بعض. انت كنت بطل امبارح على السوشيال ميديا كمان في موقف مهم جدا، الناس كلها كانت بتتكلم عليك امبارح ان انت علي بوفون، سمعت القصه دي؟ والله انا سمعت طبعا، بس طبعا انا ما فيش حاجه زي كده تفرحني، ان انا في الاول وفي الاخر انا خسرت 3 بونت. طبعا انا مش هقول خساره 3 بونت، طبعا البونت قدام الاهلي في وضع زي ده حاجه تبقى كويسه لينا، احنا خسرنا بونت واحنا طلعنا من المباراه بلا نتيجه خالص، وده في الاول وفي الاخر خساره لعلي فرج وخساره لنادي طنطا. طبعا علي بوفون امبارح كان معلقنا المميز ايمن الكاشف هو اللي كان بيقول وهو بيعلق على المباراه علي بوفون كتير، يعني دليل على تالقك في هذه المباراه ومباريات اخرى. كابتن علي، طنطا مصيره ايه في الدوري السنه دي؟ مطمن على حال طنطا ولا قلقان وحاسس ان الموضوع هيكون صعب البقاء في الدوري؟ حاسس من اللعيبه اللي انت شفتها في طنطا عندهم حماس البقاء في الدوري ولا مش قوي؟ لا، انا عن نفسي ان انا متفائل، ان انا شفت من
من خوض ال 11 مباراه اللي فاتوا، لا في اداء كويس، في عدم توفيق، في عدم خبره، في عدم انسجام بيننا وبين بعضنا، بس اكيد دي بتيجي مع المغريات، وان شاء الله الفتره الجايه نقدر نجمع نفسنا ونقدر يعني كام لعيب الخبره الموجودين في الفرقه نقدر نحتوي الناس الموجوده، وان شاء الله يعني بالاداء ويكون معانا التوفيق نقدر نقدم نتائج كده لنادي طنطا ونفرح ان شاء الله الجماهير. اخيرا كابتن علي، كابتن ايمن مزين بعد هذه المباراه قال لكم ايه؟ كان شكله واضح انه زعلان جدا بعد نهايه المباراه في تصريحاته. والله هو اكيد زعلان بداخله، بس احنا اتفاجئنا في الغرفه، قال لك انت يعني انت مدلدل دماغك ليه؟ لا ارفع راسك، انت في مباراه مع الجونه جايه، مباراه مصريه، احنا ننسى الصفحه دي وان شاء الله نقدر نخوض المباراه الجونه بالثلاثه بونت ان شاء الله. مين المهاجم اللي ضايقك امبارح في النادي الاهلي؟ حسيت انه كان خطر جدا عليك. لا هو النادي الاهلي كله بيضايق بصراحه، بيضايق كله بيضايق. لا هو النادي الاهلي في عز تالقه وعز فوقانه، ان اللعيبه فيها عملوا فيها انسجام كويس جدا. طبعا احنا كنا مقفلين خطوطنا، هي اللي حصل الضجه كلها هي اخر 10 دقائق، وانا بقول يعني انا بشكر اللعيبه ان هي صمدت في الحته دي، بس عدم التركيز او عدم التوفيق هو ده اللي فتح للنادي الاهلي، بس هو لو كانت العشر دقايق دي مشت في الاخر كانت هتطلع النتيجه 1-0. لك خبرات كبيره في الدوري المصري، نجم كبير، الحارس الكبير علي فرج، انا بشكرك شكرا جزيلا، حارس مرمى نادي طنطا، قبله سوء حظ كبير جدا امس في مباراه النادي الاهلي، ولكن له صوالات وجولات وخبرات كبيره جدا في الدوري المصري تحديدا مع حرس الحدود، وان شاء الله يكمل تاريخه الجيد مع فريق طنطا انه يقدر يحافظ على مكان طنطا في الدوري المصري للموسم القادم.